السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم المراجعة المركزة قواعد اللغة العربية للصف الثالث متوسط. وصلنا موضوع الصفة المشبهة من المواضيع المشتقات، فراح ناخذ شنو هي الطريقة الوزارية اللي تجي بالوزاري. الصفة المشبهة هي اسم مشتق من فعل ثلاثي لازم، ويشتق من الباب الرابع فعل يفعل، يعني كسر فتح على وزن فعلان ومؤنثه فعلان، مثل عطشان عطشة. والباب الخامس يعني يشتق من الفعل من بابين، الباب الرابع والباب الخامس فعل فعل يفعل ضم ضم، هذا الباب الخامس. وأيضا يشتق من الفعل الثلاثي اللازم الماضي معتل الوسط على وزن فيعل، مثل لين وإلى آخره. أو هاي حالات الإعرابية، إذا كان فاعل يعني إذا كان مرفوع ينعرب فاعل، وإذا كان منصوب ينعرب تمييز، وإذا كان يعني مجرور مضاف. شنو تجي طريقة الأسئلة الوزارية؟ نروح على التمارين. يوم تمارين، عدي ثلاث تمارين مهمات. صفحة 94، شوفوا يوم هذه تمارين الصفة المشبهة. راح ناخذ التمرين الأول، ناخذ التمرين الأول. شوفوا هي هاي التمارين كلها تقروها، لكن شنو تركزون على ثلاث تمارين من هذا من الصفة المشبهة. التمرين الأول وزاري، والتمرين الثالث وزاري، والتمرين الرابع وزاريات، وخاصة ركزوا على الأول. شي يجي صيغة السؤال، يعطيكم قطعة جملة، شي يقولكم استخرج المشتقات واذكر الفعل كل منهما. شوف هسه هاي أخوك محب درس الرياضيات، ماهر في علم الحاسوب، حسن التدبير، معطاء بذال المال. يريد استخرج اسم المشتقات. يلا عيني خلينا نستخرج اسم المشتقات. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف عيوني، أخوك محب درس، شو تسوون هنا أول مرة؟ تخططون، شو تقولون؟ تقولون المشتق، وهنا شنية نوعه، وهنا فعله. تخيش تخططون بالوزاري، عيني المشتق ونوعه وفعله. عد أخوك محب درس الرياضيات، إذا يا هو المشتق محب، محب، شوفوا هذا فتح وكسر، هذا شنو نوعه؟ نوعه اسم فاعل، نوعه شنو؟ اسم فاعل. الفعل مالته أحب، أحبه، أحبه، الفعل مالته أحبه. زين، أخوك محب درس الرياضيات، ماهر في علم الحاسوب، إذا المشتقة منه ماهر، ماهر، على يا وزن فاعل، نوعه اسم فاعل، والفعل مالته مهرة. بعد خلينا نشوف حسن التدبير، حسن، حسن، هذا حسن، هذا صفة مشبهة، حسن صفة، نوعه صفة مشبهة، على يا وزن فعل. شنو الفعل مالته؟ الفعل مالته اللي هو نفسه حسن. بعد خلينا نشوف معطاء بذال المال، معطاء عدي وبذال، معطاء، إذا المشتق شنو؟ معطاء وبذال، هذين اثنيناتن صفة مشبهة. شنو صفة مشبهة؟ صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، وهذه أيضا صيغة مبالغة. معطى على وزن مفعال، الفعل مالته أعطى. بذال على وزن فعال، الفعل مالته بذله. هاي هيجي يجي السؤال الأول هيجي بالوزاري. زين، ناخذ بعد
قلنا هذا الوزن، التمرين الثالث، اذكر الوزن التي جاءت عليه يعطيك صفات مشبهة وانت تطلع الوزن. غضبان على يا وزن؟ غضبان فعلان، اهيف افعل، اصم يعني والى اخره افعل، وبليغ فعيل، هيك يجيكم عيوني. اذا يذكر الوزن يعني يقول لك شنو هذا، اي يعطيك الفعل وانت تطلع لي الوزن، مثل ما قلت تكتبون هنا الفعل وهنا الوزن. مثل عندي غضبان على وزن فعلان والى اخره، انا حلت هالتمرين. بعد صيغه اللخ، صيغه ثالثه، التمرين الرابع. شوفوا يوم محمد حسن وجهه، ومحمد حسن وجهه، ومحمد حسن الوجه، يريد شنو اعراب الصفة اللي المعمول الصفة المشبهة، يعني الكلمة اللي جاءت ورا الصفة المشبهة. شوفوا يوم هسه هذا حسن مو صفة مشبهة، شنو اعراب وجهه؟ اذا جاء مرفوع اقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره، هذا فاعل مرفوع، اذا مرفوع اقول فاعل. شوفوا هسه هاي وجهه، شوفوا يوم هذا وجهه، هذا منصوب. ايش قلت لكم؟ اذا جاء الفعل منصوب يعرب تمييز، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره. وهنا الوجه اجى مجرور، شوفوا هذا مرفوع ومنصوب ومجرور، هذا مرفوع بالضمة يعرب فاعل، هذا منصوب بالفتحة يعرب تمييز، هذا مجرور بالكسرة شعرب مضاف اليه، شعرب مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هاي عيني المراجعة، صيغة الأسئلة الوزارية التي تجي بالوزارة. إن شاء الله التوفيق.